السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنأخذ محاضرة حول موضوع نظام المكابح أو الفرامل الهيدروليكية، نظام نسميه احنا بالعامية نظام البريك، يعني النظام الموقف الهيدروليكي مثلا. فنظام الموقف طبعا مثل ما تعرفون، نحكي على السيارات بشكل عام بيها نوعيتين رئيسية من نظام الموقف أو نظام الفرامل أو المكابح. إذن الأنظمة تعتمد بدورها على هي إحدى تطبيقات المنظومات الهيدروليكية. طبعا مبدأ عملها شنو؟ مبدأ عمل الفرامل هو أنه أنت تحول، يعني أنت من السيارة دا تتحرك بسرعة معينة، عندها شنو؟ عندها طاقة حركية. الإطار من يدور بيه طاقة حركية دورانية. هاي الطاقة الحركية الدورانية حسب القواعد اللي أخذناها بالفيزياء، شو يقول؟ يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. زين، من الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، أنا من ضربت بريك هاي الطاقة الحركية الدورانية اللي كانت بالإطار بالتاير مال السيارة مثلا، وين راحت؟ هل تبددت، فنيت، تلاشت، وين راحت؟ لا، الجواب لا، الجواب تحولت إلى طاقة عفوا إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، وهو الطاقة الحرارية. ولهذا انت من تشوف اللي عنده سياره يعرف بهذا الشيء، من تمشي انت بالشارع بالسياره وتوقفت عند مكان معين، فبس تنزل تلزم هذا يسموه الديسك مال البريك، هاي تلزمه تشوفه كلش حار، يعني بيها طاقه حراريه عاليه. ليش؟ لانه بسبب انه الطاقه الحركيه دي تتحول الى طاقه حراريه. فاحنا المغزى من هذا كله نحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية عن طريق الاحتكاك ما بين حذوات الفرامل، يسموها إذني حذوات الفرامل أو إذني تكون بشكل هذا الشكل، وقرص العجل الأرضية اللي هو هذا القرص اللي تطبق عليه إذني يسموها الحذوات وتحاول توقفه، وبالمثل عن طريق هذا يسموه الدرام أو يصير بهالشكل هذا اسطواني، وإذا تطلع إلى الخارج أيضا تحاول توقفها. هسه راح ناخذها بالتفصيل. طبعا بشكل عام من ايش تتكون المنظومة؟ تتكون من طبعا خزان، اكو خزان للزيت يكون، وأيضا يكون فوق هذا الجزء، وأسفل الخزان مباشرة راح يكون ما يسمى بالماستر سلندر، أي بال شو اسمه بالسوق يسموه العنبار. ماستر سلندر هو عبارة عن اسطوانة طبعا، وهاي العتلة الدواسة القدمية، هاي اللي تشوفوها، هاي اللي السائق يضغط عليها بقدمه، مرتبطة بيش؟ مرتبطة بمكبس اللي هو يسموه العنبار هذا. نعم، ايش راح يصير عندنا؟ هاي الدواسة مرتبطة، هاي الدواسة مرتبطة عندي بمكبس داخل هاي الأسطوانة. هذا المكبس من تضغط راح بالضبط يدفع الزيت ضمن هذه الانابيب، الانابيب هيدروليكيه ذني، راح يدفعها الى فد جزء، يعني هو حيوزع لي الزيت الى اجزاء اربع تايرات ذني، اربع اطارات او اربع تايرات. قسم من عندها هنا موضحه يسموها ديسك بريكس، هاي نوع من انواعه، والاخر يسموه درام بريكس اللي هو بشكل اسطواني يكون. فنظامك جدا عمل نظامه بسيط جدا، اسطوانه ماستر سلندر، وعندنا هنا ايضا عندنا الديسك بريك بي ايضا داخل منظومه هسه راح نشرحها، والدرام بريك بي منظومه راح نشرحها ونشوف بعض الفيديوهات عنها. شوف شنو الاجزاء الرئيسيه سواء كان درام او كان الديسك بريكس. الاجزاء الرئيسيه هي شنو؟ يتكون اول شيء من خزان قلنا للسائل الهيدروليكي، مضخه اسطوانيه يسموها الاسطوانه الرئيسيه، هاي اسطوانة رئيسية بداخلها مكبس يسموها ماستر سلندر. ماستر سلندر يعني اسطوانة رئيسية، هي راح تعمل بمثابة مضخة بس اسطوانية، ده يعني شلون قدمية بالقدم تتحرك هاي المضخة، نفس نظام الجيك أيضا مضخة اسطوانية أو يعني مكبس، ويدفع للسائل إلى أجزاء المنظومة الأخرى. الجزء الثالث هو اسطوانة يسموه درام او قرص ديسك، يعني اما نوعيه يسموها درام، هذا الدرام يسموه، او الديسك اللي هو القرص هذا الشكل. فاكو نوع هذا وهذا، هذا طبعا مو كلش قوي، يعني هذا يستخدم عاده يم السائق، اكو فد شيء اسمه هاند بريك، يعني عتله يدويه
هاي مثلا من عندك انت على مرتفع مثلا صاعد والسياره دا تسرح عندك، يعني مو مال مثلا انت تمشي سريع وتسحب هاند بريك وتريد السياره توقف بالمكان، لا هذا بريك خفيف يسموه. البريك القوي الاقوى من عنده هو هذا الديسك بريك اللي هو شنو القرصي هذا، لا هذا من الدوسه بالقدم راح يوقف السياره يكون اقوى من الدرام. على كل حال هو سيارات مستخدمه بالسيارات. الحذوات او الوسائد، الحذوات اللي هي ذني هاي يسموها حذوات، زين العفو ذني حذوات يسموها هاي الشوز، وسائد اللي هي ذني اللي يسموها الديسكات، احنا بالعامية نسميها الديسكات، هي البادس يسموها ديسكات هذا وهذا، واخيرا الاسطوانة الهيدروليكية للمكابح. ذني هاي تلاحظون اكو هنا هاي اسطوانة هيدروليكية صغيرة، مو هاي الماستر، هاي الماستر واحد هاي تدفع، هاي تستقبل زيت وتدفع ذني جزئين الى الخارج. هاي عندنا واحدة هنا، وهنا ايضا هسه مو واضحة بالصورة، اكو اسطوانة ايضا راح تتحرك بحيث تخلي هذا الجزء هذه الباد او هذا الديسك ينطبق على هذا الباد. هذه الاجزاء الرئيسية. هسه راح نجي نفصل كل واحد من ذني شلون راح يعمل ومن ايش يتكون. طبعا هذا نفس الصورة بس بشكل اكبر مسوي لكم اياها، ما عندنا شيء بيها. نجي على هذا النوع، هذا النوع ايضا نفس الصورة مكبرها شوية، لاحظوا هنا مطيكم اياها ويا التأشيرات فهاي هنا اكو جزء، وبالمقابل من جهة الاخرى نفس الجزء مشابه له، واكو بيناتين اسطوانة. هاي الاسطوانة من تستقبل الزيت راح يضغط الجزئين ذني تتقارب مع بعضها، تضغط لي على هذا الجزء اللي هو باللون الرصاصي اللي القرص اللي يسموه الديسك روتر، الجزء الدوار، القرص الدوار. اما في هذه الحالة ايضا عندي قرص، هذا تشوفون الرصاصي بالاطار، ذني قاعدة بشنو ذني يسموها البريك شوز، وتدفعهن هنا اسطوانة، فعندما تسحب العتلة راح هاي الاسطوانة يجيها الزيت راح تدفع ذني الحذوات الى الخارج، فراح كأنما توقف لي او تخفف لي سرعة العجلة اللي هي هاي الرصاصية يسموها. هاي لازم اولا هنا غلطان اني، الاسطوانة الرئيسية ماستر سلندر، ليش ما قلنا الخزان؟ لان الخزان يجي هو وياها، يعني شوفوا هسه هذا جزء يسمونه ماستر سلندر ويا موجود خزان، هذا هنا ايضا شكل اخر من اشكال الخزانات. هذه الماستر سلندر شنو وظيفتها؟ تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية، من تجي الطاقة الميكانيكية؟ الطاقة الميكانيكية السائق من يضغط على الدواسة دي يولد طاقة ميكانيكية، يدفع المكبس اللي موجود داخل هاي الاسطوانة، تحولها إلى طاقة هيدروليكية، يعني شنو؟ الضغط هذا يضغط لي الزيت، من تضغط الزيت، الزيت صار يمتلك طاقة هيدروليكية. هذه الطاقة الهيدروليكية راح الزيت مضغوط، قلنا الزيت عندما يضغط راح يدور على منفذ يهرب من عنده. فالمنفذ اللي راح يهرب من عنده هي هاي الخطوط الهيدروليكية أو الأنابيب اللي راح تنقله وين؟ تنقله الى اربع الاطارات الموجوده بداخلها، اكو بكل اطار اكو اسطوانه راح تقوم بعملها راح نحكي عليها لاحقا. فاذا هذه الاسطوانه وظيفتها تحويل الطاقه الميكانيكيه المبذوله على دواسه القدم الى طاقه هيدروليكيه تنتقل الى اسطوانات الاطارات، اسطوانات الاطارات اقصد هاي الاسطوانات الصغار اللي حكيت لكم عليها قبل شويه وراح نشرحها ايضا بالتفصيل. هاي من ايش تتكون؟ شوف هنا هذا مسوي لك هنا مثل المقطع عليه. طبعا هنا عندنا هذا الريزرفوار يعني هو خزان، هذا خزان اللي هو هذا نفسه او هذا، وبعدين من الخزان لاحظوا اكو جزئين، اكو جزء هذا تشوفوا نابض وهذا ايضا نابض، هنا هذني مكابس، هذا مكبس وهذا ايضا مكبس. اللي راح يصير شنو؟ عندنا منه هذا الرود اللي جاي من الدواسة القدمية راح يضغط بهالاتجاه، راح يضغط بهذا الاتجاه، فمن تتحرك هذا الجزء البوش رود من يتحول بها يضغط بهالاتجاه او يتحرك بهالاتجاه راح يضغط لي، لاحظوا راح يضغط لي وين؟ يضغط لي على هذا الجزء، هذا الجزء لو تلاحظون فوقه شنو اكو؟ اكو عندي منفذين، منفذ يعني شو احنا نسميه هذا اللي يدخل منه السائل انتيك،
وهذا المنفذ يعني شلون مال معادلة الضغط يسموه. فمن راح يدخل الزيت من الخزان هنا، هذا راح ينضغط يدفع على يدفع الزيت، الزيت راح يدفع لي شنو؟ راح يدفع لي المكبس الآخر هذا، وراح جزء من عنده وين يروح؟ إلى البريكات، إلى الإطارات. هذا واحد. زين الثاني شو يسوي؟ الثاني أيضا نفس الشيء، هذا الزيت منضغط هنا راح يدفع لي المكبس الآخر اللي بدوره راح يدفع هذا الجزء، راح أيضا يصرف لي الزيت إلى الإطارات. ليش عندنا اثنين؟ كوسيلة أمان، حتى إذا واحد من عندهم مثلا صار بفشل معين الثاني هو راح يشتغل، لأنه تدرون الإطارات جدا مهمة بالسيارات، يعني فشل الكثير من الحوادث تحدث بسبب يعني البريك يصير بفعل عطل معين ويصير في حوادث مؤسفة بهذا السبب. فشي يسوون؟ يسوون كأنما يعني شلون وسيلة أمان، إنه يسوون كأنما اسطوانتين، أكو اثنيناتين تنطي للمنظومة، واحد من عندهم انفشل الثاني هو راح يشتغل. فالأعيد على السريع، هنا البوش رود راح يدفع، هذا المكبس ما مرتبط ويا هذا المكبس. طلاب وياي، أنا بين فترة أخرى راح أسألكم حتى أعرف إنه مقطوع الصوت أو لا. ممتاز. هذا الجزء راح يضغط الزيت، ما مرتبط بهذا، فقط نابض بيناتن. فهنا ايش راح يصير؟ راح يدفع هذا الجزء عن طريق ضغط الزيت، والزيت ايضا راح يتصرف هنا. هذا المكبس راح يدفع لي ايضا، المكبس هذا الثالث راح يصرف لي ايضا الزيت، فراح يندفع الزيت الى اجزاء المنظومه الهيدروليكيه بفعل هذه الاسطوانه الهيدروليكيه. اذا هذا فد مقطع الى الاسطوانه الهيدروليكيه. لهنا اكو سؤال حول هذا الموضوع حتى بعد ما نرجع له، بس نشوفه كفيديو يعني. زين خلنا ننتقل الى السلايد اللي بعد، هذا بشكل مكبر شويه. زين هنا نجي على فد شيء اسمه الاسطوانه. زين هسه الاسطوانه الرئيسيه الماستر سلندر حكينا عليها، ضخت الزيت راح للانابيب، وين راح يروح؟ راح يروح الى ما يسمى بالاسطوانات الفرعيه. هاي هنا رقم 2 لازم تصير، الاسطوانات الفرعيه يسموها سليف سلندر، يعني اللي هي راح تستقبل الزيت من الاسطوانه الرئيسيه. الفرق هاي عندي شنو؟ ذيك هي تضخ الزيت، هي تدفع الزيت، بينما هاي لا، هي تستقبل الزيت. فالفرق جدا كبير. شو يقول؟ يقول تقوم بتحويل الطاقه الهيدروليكيه وين الموجوده بالزيت المنتقله عبر السائل الى طاقه ميكانيكيه مسببه دفع حذوه المكابح الاسطوانيه اللي هي هاي حذوة المكابح، هذني باللون الأحمر تشوفوها، تدفعها للخارج حتى توقف لي هذا الجزء الأخضر الدوار، أو ذات الوسائد اللي هاي اللي حكينا عليها ما موجودة هنا بالصورة، اللي حكينا عليها النوع الآخر. فهي عدي مكبس يدفع لي إما ذني إلى الخارج، أو يدفع لي الوسائد الأخرى اللي النوع الثاني تدفعها إلى الداخل. زين بالعكس، يعني مسببة تقليل سرعة الإطار، مسببة تقليل سرعة الإطار ومن ثم إيقافه. شلون شكلها يصير؟ هذا هو شكلها ببساطة، هذا شكل هاي الأسطوانة الفرعية، الأسطوانة الفرعية يسموها سليف سلندر. ببساطة هاي عندنا الأسطوانة الرئيسية، هو راسمها بشكل يعني مو بشكل دقيق، بس يوضح لك الصورة. هاي أنابيب الزيت، راح يجي الزيت إلى هنا. هاي الأسطوانة بها طرفين، يعني خلينا نقول شو نسميها، سميها مثلا ثنائية الفعل على سبيل المثال، أو ثنائية المكبس، لأنه بها مكبسين، يعني هذا واحد على جهة اليمين وواحد آخر على جهة اليسار، لكن هي ضمن اسطوانة واحدة. فهاي من يجيها الزيت راح تندفع الطرفين ذني إلى الخارج، وبالتالي هي مرتبطات ويا هذا الجزء الأحمر يسموه الحذوات أو الشوز، ذني راح تندفع للخارج مسببة أنه احتكاك بالدرام هذا الأخضر يسموه درام، وبالتالي هذا الدرام يفتر مع الاطار، هذا يفتر مع الاطار، فانت من تضغط عليه راح يسبب احتكاك، راح يخف سرعته، وبالتالي راح تخف سرعه الاطار، يعني هذا مرتبط ارتباط وثيق بالاطار، سموه الدرام. فعملها جدا بسيط، خلينا نشوف هنا. هذا ايضا صوره اخرى عليها، هذا ايضا صوره، شوفوا هذا الجزء، هاي الحذوات اللي اقول لكم عليها، ذني الحذوات او يسموهن الشوز. زين سؤال، من ذني تندفع الى الخارج، هنا احنا مو قلنا اكو مكبس اسطوانه، واكو هنا مكبس، وهنا عندي مكبس اندفعت للخارج. زين انا شلت رجلي هسه من البريك، شلون ترجع؟ يخلوا لها نوابض،
يخلوا لها نوابض، ذني النوابض تشوفوها ذني، حتى من يزول الضغط عن الاسطوانه هاي الفرعيه راح النوابض ترجع الحذوات الى مكانها الطبيعي، وتمشي العجله ممكن ان تتحرك بشكل طبيعي دون ابطاء لسرعتها. فاذا ايضا هسه ايش تعلمنا؟ تعلمنا انه اكو اسطوانه فرعيه واكو نوابض واكو ايضا ذني الحذوات اللي تشوفوها امامكم. هذا الجزء النوع الثاني، هذا شوفوا يختلف. النوع الثاني عباره عن قرص، هذا قرص، ومن من من جهتين سيكون عنده مثل ذني اللي يسموها الديسكات او يسموها يسموها الباتس. زين، فش يقول هنا؟ يقول هناك نوعين من الحذوات او الوسائد، الاسطوانيه اللي هي درام، هذا النوع اللي حكينا عليه بالسلايد السابق، او القرصي اللي هو هذا القرصي يسموه الديسك. فعندنا نوعين، اما درام واما ديسك، وكل منها يقوم بتوليد الاحتكاك اللازم لإيقاف العجلة. وتكون الأسطوانية مركبة، هاي الأسطوانية يعني هذا النوع يقصد عليه، مركبة داخل الإطار، مرتبطة بالإطار بالنسبة للدرام. وهذني الحذوات تكون مركبة داخل الإطار ومحملة نابضيا، إذن النوابض بيها. فعند الضغط على دواسة المكابح ينتقل الزيت من الأسطوانة الرئيسية اللي سميناها الماستر سيلندر الى اسطوانات الاطارات اللي هي ذني السليف سلندر، والتي تدفع بدورها اسطوانات المكابح باتجاه العجله مسببه ايقاف. هذا الحكي كله على يمين، على هذا دا يحكي مو على هذا، لكن خليت الصوره حتى اراويكم الفرق. يعني هذا الكلام مرتبط بيش؟ مرتبط بهذا الجزء. زين، نجي هسه نحكي على المكابح الاسطوانيه، الاجزاء الرئيسيه للمكابح الاسطوانيه ذني. هذا النوع الأول من ايش يتكون؟ يتكون من صفيحة يسمها صفيحة الدعم والإسناد، باكينج بليت، اللي هي هاي، هذا مثل شلون احنا نقول الأجزاء كلها راح ترتبط بيها، هذا باللون الأسود يسموها باكينج بليت، اللي كل الأجزاء مثل خلينا نقول تتركب عليها جميع الأجزاء. زين، الأسطوانة الفرعية الويل سلندر هاي اللي باللون الأصفر، طلاب وياي مو بعدكم؟ ممتاز. الاسطوانة الفرعية، ما صار بيها هبطة من ذيك المرة. الاسطوانة الفرعية الويل سلندر اللي هي هاي راح قلنا راح تدفع إلى الخارج، وأكو نابض يرجعها. طبعا مو بس هذا النابض، أكو ذني النوابض كلها يتعمل على إرجاع الحذوات إلى مكانها الأولي بعد زوال الضغط. فعندنا اسطوانة فرعية هي تم أشركم عليها ويل سلندر هذا، وعندنا الحذوات اللي هي هنا ما أدري موجودة أو لا. الحذوات يفترض أنه إذن باللون الأصفر، هاي باللون الأصفر إذن الحذوات، والنوابض إذن السبرينج، والاسطوانة الدوارة اللي هي هاي قلت لكم هاي تكون مرتبطة ارتباط وثيق بالإطار، يعني تدور مع الإطار. شوف إذن براغي إذن يدور مع الإطار، فأنت إذا هاي خففت سرعتها الإطار هو أيضا راح يخف سرعته. فهذا هذا الجزء ده تشوفوه هذا كله وين يقعد؟ يقعد داخل هذا اللي يسموها الدرام، هذا يسموه درام أو الأسطوانة الدوارة. فمتى ما ضغطت على الدواسة راح هذا الجزء راح يندفع إلى الخارج منه، وهذا الجزء راح يندفع بهالاتجاه. إذن الصفر اللي باللون الأصفر راح تندفع إلى الخارج، راح توقف لي تحتك بهذا الجزء وتحاول إيقافه. هذا هنا أيضا شكل آخر موضح لكم، لاحظوا شكل آخر، عندنا هذا الدرام وعندنا هذا أيضا نوع آخر من الدرام، وإذن النوابض وهاي الأسطوانة تشوفوها. فعملها جدا بسيط، يعني مبدأ عملها بسيط ما بي أي صعوبة. هذا أيضا هنا ذي يحكي ويقولوا تدروا مع هاي الأسطوانة الدوارة، هاي اللي حكينا عليها، يقول تدور مع الإطار ويوضع داخلها حذوة المكابح، هاي تدخل في داخلها تتركب، والتي تضغط بدورها. هاي كل حكينا الحكي بس مجرد تكرار يعني يصير عندنا. هسه ننتقل إلى النوع الثاني. النوع الثاني هو النوع القرصي، يسمون النوع القرصي. النوع القرصي شنو؟ ببساطة أيضا يتكون من هذا القرص الدوار يسموه، والوسائد يسموها الباتس، او بالعاميه احنا بالسوق يصيحوا لها الديسكات، ديسكات يسموها. اذن الديسكات
راح تضغط على هذا الجزء فتحاول إيقافه. شلون راح تعمل؟ خلينا نشوف. يقول أما الوسائد البات اللي ذني الوسائد اللي مؤشرها بالرقم واحد، فتضغط على ما يسمى بقرص المكبح، هذا القرص رقم اثنين، والذي يدور بدوره مع الإطار. هذا إحنا مو قلنا الدرام مرتبطة بالإطار هاي بالسلايد السابق؟ هنا شنو هو اللي مرتبط بالإطار واللي إذا وقف وإذا يعني وقفت أو خففت سرعته راح تخف سرعة الإطار؟ هذا الجزء هذا مرتبط بالإطار، يدور مع الإطار. بعدين شي يقول فد ملاحظة، يقول إن الاستعمال المستمر يؤدي إلى استهلاك الوسائد. إذن الوسائد أو البادز أو الديسكات إذن تستهلك، تدرون الاحتكاك فدائما تستهلك. فلهذا شوفوا بعض الأحيان تلابد مثلا دا تمشي بالشارع وتشوف مثلا واحد دا يضرب بريك وتطلع فد صوت ما الصفير أكو مزعج، صوت صفير مزعج يطلع وياه. هذا معناته شنو؟ معناتها الديسكات مالته صارت اكسباير، يعني شلون انتهت، لازم شنو شي يسوي يبدلها، فيبدلها بديسكات جديده. هاي الطبقه تخف تصير يعني بمرور زمن تتاكل، فيبدلها بديسكات جديده وترجع الامور كما هي. فيقول ان الاستعمال المستمر يؤدي الى استهلاك الوسائد، هاي الوسائد اقصد، ويقل سمكها مما يؤدي الى انخفاض الضغط. طبعا هنا من يقل السمك راح يقل الضغط. هسه بعدين من اشرح لكم عن طريقه العمل التفصيليه راح تعرف ليش انخفض الضغط. لذلك يجب استبدالها عندما يلاحظ استهلاكها او حسب تعليمات. مرات هو بالكتالوج مال السياره او مال المعده او مال اي اله معينه اي ماكينه يجي وياها كتالوج فيقول لك هاي عيني عمرها يتراوح من كذا شهر الى كذا شهر، او يعطيك مرات هل كل هل قد كيلومتر انت بدل ذني، او انت مرات انت تحس يعني هو السائق مرات يعرف يعني يطلع عندك اما هذا صوت الصفير او البريك يقوم ما يلزم عنده يعني بشكل سريع، فهذا بشكل راح يسوي بدل، يقولوا له بدل ديسكات. النوع القرصي شلون يشتغل؟ النوع القرصي يشتغل كالاتي، اذا تلاحظون هذا هياته امامكم، وهذا مقطع امامي من الامام دابعه. المقطع الامامي شي بين هذا القرص دا يدور مع الاطار ما عندنا مشكله وياه، منا دا يجي عندي الزيت، هذا منا دا تشوفون هذا منا يجي الزيت منين؟ من الاسطوانه الرئيسيه اللي هي الماستر سلندر. قول اجى الزيت، الزيت ايش راح يسوي؟ راح يضغط لي على ها يدخل هنا، راح يضغط على هذا الجزء. هذا الجزء لو تلاحظوا شايفين الفيرنيه، الفيرنيه هاي اللي يقيسون بها الاقطار، بالضبط هذا الجزء يعني ارتباطه مثل الفيرنيه. فانت من يجي الزيت يدفع راح يدفع شنو؟ يدفع هذا الجزء الازرق، هذا مثل يعني مكبس او هاي الديسكات، العفو هاي الديسكات راح يدفعها وين؟ راح تلتصق بهذا الاطار. زين هاي الثانيه شلون؟ هاي الثانيه هذا احنا مستمرين نضخ زيت، هاي الزيت دفع الجزء الازرق الى الاطار التصق. زين الزيت مستمر يضغط، وين يروح؟ اكو هاي هنا مثل المنزلقه، هاي فوق مرتبطه ويا هاي لكن تنزلق عليها، فراح يحاول انه بشي يسوي يسحب هاي ايضا على بهالاتجاه. يعني شلون؟ ما ادري اذا فهمتوها او لا. الزيت اول شيء راح يضغط على هاي الرقم واحد، هاي حسميها رقم واحد، مو وصلت الى هنا، خلينا نقول وصلت الى هنا، وصلت الى هاي النقطه. زين بعد وين يروح الزيت؟ وين يروح الزيت؟ انه بشي يسوي هاي بعد ما تتحرك الزرقاء، اللي يتحرك شنو؟ الاسطوانه راح تتحرك للخلف، مو صحيح؟ مو لا مو راح تتحرك للخلف هاي الاسطوانه، الاسطوانه من تتحرك للخلف راح تسحب وياها هذا الجزء، راح ايضا راح يضغط على الاطار، فكانما بها حركتين. خل اعيد لكم اياها هاي شويه يراد لها تصفنوا لها. عندي زيت يجي منه دا يدخل الزيت حسب الاصول. زين الزيت شو يسوي؟ دا يدفع لي هذا الجزء اللي هو الديسك، هذا الديسك اللي قلنا هذا سيقل سمكه، هذا شوفوه هذا يدفعه بهالاتجاه، دفعه وصله الى هاي المرحله، وصله الى هاي النقطه. بعد وين يروح الديسك؟ وين يروح؟ ما يقدر يروح بعد هاي، انتهى الشوط مالته، هذا الشوط لهنا وصل. زين انه هسه الزيت عندي مستمر دا يجي من الماستر سلندر، بعدني انا دا اضغط، فوين يروح؟ احنا قلنا الاسطوانه اما المكبس يتحرك، واذا المكبس ما تحرك فالاسطوانه هي راح تتحرك.
فالمكبس اللي هو متمثل بهذا الباد اللي هي رقم واحد، بعد ما راح تتحرك الاسطوانة راح تندفع للخلف، راح تندفع للخلف مرتبطة هنا بهذا الجزء ارتباط وثيق، راح تسحبه بهالاتجاه. اذا رقم اثنين راح يتحرك بهالاتجاه، راح ايضا يقفل على هذا القرص. صارت واضحة طلاب؟ زين كلش ممتاز. هذا هنا هذا منظر حقيقي له على اليسار، تشوفوا على اليسار منظر حقيقي، ومؤشر لكم على التأشيرات هنا بليدر سكرو. صوتي واضح طلاب لو يقطع؟ ما ادري سبب من عندي لو عندكم صوتي واضح لو يقطع. اللي دا يقطع يم الصوت خليه يقعد بصف الراوتر، لانه اذا تقعد بعيد عن الراوتر راح يظل يقطع. انا مجربها يعني بنحضر مثلا محاضره او شيء نفس الشيء، هاي الراوترات يعني مش اسوي بعد يعني. انا هم قاعد قريب على الراوتر هسه حاليا. هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا ايضا تشوفون هذا الجزء الباد وهذا ايضا باد. هنا شوف شنو عندي هذا، خلينا نبدي بالتأشيرات. بليدر سكرو، هذا البليدر سكرو شنو؟ هذا مرات ينفسون البريك، يعني شنو؟ مرات يصير بي مثلا فقاعات هوائية أو غيرها، أو خاصة عند من يذب الزيت مالته وتملي زيت، فيصير بي فقاعات هوائية، فشلون تنفسه؟ عن طريق هنا اكو مثل البرغي أو مثل شيء معين ترخيه شوية، وظل تضغط على الدواسة القدمية، ظل تضغط فدش كم ضغطة إلى أن يقوم يطلع فقط زيت بدون هواء، يعني بدون فقاعات. ذاك الوقت تضبل هذا الجزء البليدر سكرو، وتكون بهذا الشيء أنت نفست منظومة البريك. ليش نطلع الفقاعات الهوائية من المنظومة؟ من يقول لي؟ الفقاعات الهوائية ليش ما مرغوبة بالمنظومات الهيدروليكية؟ معودين الفقاعات الهوائية، لأنه بالضبط الفقاعات الهوائية تعمل كأنما مثل السبرينج، مثل النابض، تمتص الضغط. أنا شريد بي وما بي أريد الضغط ينتقل بشكل كامل إلى الجزء اللي أريد أنجز عليه شغل. من يصير عندي فقدان بالضغط هاي خسارة. فالفقاعات الهوائية شو تسوي؟ تمتص لها، مو مثل السوائل، السوائل قلنا غير قابلة للانضغاط أو قابلة بنسبة قليلة جدا. الغازات اللي من ضمنها الهواء راح يكون قابل للانضغاط، فراح يمتص الضغط، وهذا الشيء راح يقلل لي من الضغط الواصل للجزء الهدف اللي اريد اني استهدفه. فاول شيء البليدر سكرو حتى اخلص من الفقاعات الهوائية. يعني اذا اجيب لك سؤال مثلا وظيفة هذا نسميه برغي التنفيس، بليدر سكرو هو لغرض تنفيس المنظومة الهيدروليكية واخراج الفقاعات الهوائية من جميع اجزائها. شلون يتم؟ يتم عن طريق عدة ضغطات، أرخي هذا البرغي وعدة ضغطات على الدواسة القدمية راح تطلع جميع الفقاعات. وظيفة شو اسمه هذا برغي التنفيس يسموه بليدر سكرو، خليه أكتبه هنا برغي، ومو كل الشغلات تترجم، يعني شغلات ما تترجم التنفيس، ما أدري يعني شغلات ما أعرف شلون أترجمها. على كل حال الكاليبر، هاي الكاليبر اللي هي مثل الحذوة خلينا نسميها، هذني شنو؟ اكو لو تلاحظون اكو هذا جزء ما مرتبط، يعني شلون اراويكم اياه، هذا اللي قلت لكم عليه مرتبط مثل الفيرنية هيك صاير ارتباطه. فعد ما يضغط هذا من يضغط هذا الجزء على الديسك خلص الشوط مالته، فشي يسوي؟ راح يرجع بالاتجاه المعاكس. هذا الجزء باللون الرصاصي الكاليبر مكتوب عليه راح يرجع بالاتجاه المعاكس بهالاتجاه. فمن يرجع بالاتجاه المعاكس بمن مرتبط هنا؟ مرتبط بهذا الجزء، خلي اشيل السهم، مرتبط بهذا الجزء. هذا الجزء راح ينسحب بهالاتجاه، ينسحب ويا من؟ ويا هذا. راح هاي المرتبطه بي راح تضغط مره بدورها على اليمن على هذا القرص الدوار اللي يسموه الديسك، يسموه الروتر ديسك.
طبعا هنا ايضا اكو عده شغلات. البيستن سيل، هاي البيستن سيل يعني يقصد بيها الداست بوت، اللي هي هاي شلون مانع مال الغبار، يصير مثل جزء مطاطي بحيث يغطي هاي الاجزاء حتى لا يصير عليها غبار. البيستن سيل هي هاي انه مانع يسموه الشبنه او يمنع التسرب، مانع التسرب. والبيستن اللي هو قلنا هذا البيستن اللي هو هنا راح يكون بهالشكل هذا، والبريك باتس اللي هي ذني باللون الازرق شرحنا عليها، هي ذني هاي البريك باتس، هاي وحده وهاي الثانيه. خلي اشر لكم عليها، والله ما اشر لكم عليها بس خلي شوف، هاي رقم واحد راح تتحرك وهاي راح تتحرك رقم اثنين. رقم واحد هي اللي تكون قريبه على المكبس، تكون قريبه على المكبس البيستن. وبعد شنو عندنا؟ عندنا ذني انتي راتل كليبس، ذني شلون تحاول اثناء الدوران تنظف هذا القرص، تنظف هذا القرص وهذا جزء الدوار. هذا كله جزء الدوار ويا من يرتبط بالاطار، فاذا توقف الاطار ايضا راح يتوقف. هذه الفيرني ليش خليتها؟ حتى تبين لكم انه شنو مبدا عملها، يعني بالضبط هي هيك صايره هذين الحذوات. هنا عندي حذوه وهنا عندي حذوة، فشي يسوي هنا المكبس ضغط، الزيت ضغط المكبس بهالاتجاه، زين بعدين وين يروح؟ راح يضغط على الاسطوانة، راح يدفعها وين؟ يدفعها بهالاتجاه. الاسطوانة هاي هنا اكو ارتباط بيناتهن، ذني مربوطات مع بعض، فراح هاي من ترجع راح تسحب هذا الجزء وياها، راح تضغط الباد الثانية ايضا راح يضغط على الاطار.